مرحبا، أنا فرح مستكلم من فلسطين من مجموعة ويكيميدي بلاد الشام، وأنا سعيد جدا لأن أكون في مراكش في النسخة الرابعة من ويكي عربية التي أنتظر منها أن تخرج بمخرجات على أمل أن تعزز التعاون ما بين المجموعات المختلفة وأن توطد العلاقات ما بين المحررين والمشاركين في برامج مختلفة. الجديد في هذه النسخة من المؤتمر هو تنوع التوجهات وتنوع الجلسات الحوارية والمحاضرات والتعرف على مشاريع متعددة لم نكن نسمع عنها في السابق. وكمان مرة أنا سعيد أن أكون معكم، وشكرا للجميع.